متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في جمهورية مصر العربية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم نشرة أحوال جوية خاصة بالاضطراب الجوي الكبير المنخفض الجوي العميق المتوقع أن يؤثر على الجمهورية مع نهاية هذا الأسبوع الحالي، ويمتد لعدة أيام ويشمل في تأثيراته العديد من المناطق وعدة اضطرابات جوية متوقعة سنتحدث عنها بشيء من التفصيل الآن. محاور هذه النشرة الجوية تتحدث عن منخفض جوي عميق يؤثر مع نهاية الأسبوع الجاري، اعتبارا من ساعات مساء الأربعاء يزداد في تأثيراته مع ساعات عصر ومساء الخميس، ويمتد حتى ساعات صباح يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى. متوقع أن يترافق هذا المنخفض الجوي الاضطراب الجوي الكبير بهطول لأمطار رعدية غزيرة في مناطق واسعة من الجمهورية بمشيئة الله تعالى. كذلك الحال يسبق هطول هذه الأمطار، أيضا يتخلل هطول هذه الأمطار هبوب لرياح متقلبة الاتجاهات قوية السرعة، ستعمل على إثارة كبيرة في الغبار قبل هطول الأمطار، أيضا ستعمل على اضطرابات كبيرة في حركة الملاحة البحرية واضطرابات في أمواج مياه البحر سواء البحر الأبيض المتوسط شمالا أو السواحل البحر الأحمر في الشرق. نتحدث معكم الآن بشيء من التفصيل حول كيفية نشوء هذا المنخفض الجوي بمشيئة الله تعالى. يتوقع اندفاع كتلة هوائية باردة من داخل الأطلس الأوروبية نحو داخل الصحراء الليبية ثم نواحي غرب مصر. هذا الاندفاع لهذه الكتلة الهوائية الباردة خلال اليومين القادمين سيؤدي بالتزامن مع ذلك اندفاع لامتداد لمنخفض السودان ومصر الحراري المعروف بمنخفض البحر الأحمر من الجنوب، وعلى غير العادة صوب المناطق الشمالية الغربية من السودان، كذلك حال الجنوبية الغربية من مصر. سيعمل هذا التراقي لهذا الامتداد للمنخفض الجوي الحراري منخفض البحر الأحمر مع هذه الكتلة الهوائية الباردة إلى حدوث أو تكون منخفض جوي عميق داخل الأراضي المصرية مع ساعات نهار يوم الخميس، ويتحرك تدريجيا عبر دلتا النيل شمالا ليتمركز مع ساعات صباح وظهيرة الجمعة فوق شمال أو على السواحل الشمالية من جمهورية مصر في قيم ضغط جوي منخفضة للغاية ربما تقل عن حاجة 990 مليبار. هذا الانخفاض يعد كبير في الضغط الجوي السطحي وبالتالي يترافق مع اضطرابات جوية عديدة في الحالة الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى. نلاحظ معكم هذا المنخفض الجوي سيتمركز مع ساعات صباح وظهيرة الجمعة إلى الشمال من الأراضي المصرية مرفق بجبهة هوائية باردة. هذه الجبهة الهوائية الباردة متوقع أن تعبر المناطق الشرقية من الجمهورية صوب شبه جزيرة سيناء ثم إلى مناطق بلاد الشام المجاورة، وذلك مع ساعات مساء الخميس منتصف ليل الخميس على الجمعة، في حين تتأثر باقي مناطق الجمهورية بشكل رئيسي بهذا المنخفض الجوي الكتلة الهوائية الباردة بدءا من المناطق الشمالية المناطق الغربية محافظة مطروح في الغرب، حيث تشهد جميع هذه المناطق أمطار غزيرة اعتبارا من ساعات مساء الأربعاء وليل الأربعاء الخميس، تزداد في حدتها يوم الخميس وتنتشر إلى مناطق واسعة في شمال وحتى بعض المناطق الوسطى من الجمهورية، مناطق الوجه البحري، مناطق دلتا النيل، مناطق القاهرة الكبرى، كذلك حال المناطق المجاورة جميعها ستشهد هطولات مطرية رعدية غزيرة بمشيئة الله يوم الخميس وعلى فترات أيضا ليوم الجمعة. طبعا هذه الفعالية الجوية متوقع أن تمتد تدريجيا صوب المناطق الشمالية الشرقية من الجمهورية وصولا إلى حتى خليج السويس، كذلك حال شبه جزيرة سيناء كما تحدثنا اعتبارا من ساعات مساء الخميس، حيث تعبر تلك المناطق جبهة هوائية باردة في حين تتأثر باقي المناطق بالفعالية الجوية الرئيسية التابعة لهذا المنخفض الجوي بشكل مستمر. هذه الخريطة توضح ماهية هذه الأمطار المتوقعة، متوقع أن تكون بمشيئة الله أن تشهد مناطق واسعة في الجمهورية بمشيئة الله هطولا لأمطار رعدية تتسم بالغزارة في أجزاء عدة من المنطقة الوسطى، وتكون شديدة الغزارة صوب مناطق عديدة في المنطقة الشمالية من البلاد، أيضا المنطقة الغربية وصولا حتى مناطق عديدة في دلتا النيل، كذلك الحال القطاع الشمالي الشرقي في هذه المناطق. أيضا نلاحظ معكم هطول هذه الأمطار في مناطق عديدة مجاورة مثل مناطق بلاد الشام وغرب المملكة العربية السعودية. طبعا نلاحظ معكم أيضا هنالك توقعات بتساقط الثلوج فوق مرتفعات سانت كاترين والجبال العالية في منطقة سيناء. هذه الجبال طبعا يزيد ارتفاعها تقريبا عن 2000 متر، متوقع أن تشملها هذه الثلوج حتى ارتفاع 2200 متر عن سطح البحر كما هو مبين في هذه المناطق. نتحدث معكم الآن
عن درجات الحارة والاختلاف الكبير المتوقع في درجات الحارة، حيث تندفع كتلة هوائية أكثر دفئا وأكثر جفافا من المعتاد من المناطق الجنوبية في الجمهورية ومناطق السودان نحو مناطق عديدة في مصر، كذلك الحال مناطق بلاد الشام، وذلك مع ساعات نهار الثلاثاء والأربعاء قبل بدء دخول الهواء البارد من القطاع الغربي في الجمهورية، كذلك الحال قدما من الأراضي أو الصحراء الليبية مع ساعات مساء الأربعاء ويوم الخميس كما هو مبين. لاحظوا معي هذا الهواء البارد كيف دخل يوم الجمعة إلى مناطق واسعة في الجمهورية بمشيئة الله تعالى، حيث يغطي الهواء البارد يوم الجمعة مناطق واسعة في الجمهورية، يتقدم لاحقا نحو مناطق بلاد الشام. إذن هذا المنخفض الجوي محمل بأمطار غزيرة رعدية، أيضا زخات كثيفة من البرد، رياح قوية تقارب من حاجز 100 كيلومتر في الساعة، كذلك الحال اضطراب كبير في حركة الملاحة البحرية، كذلك الحال ارتفاع كبير في أمواج البحر متوقع سواء على البحر الأبيض المتوسط في الشمال أو سواء على سواحل البحر الأحمر في الشرق، أيضا متوقع أن يترافق ذلك بتقلب كبير الحارة من ارتفاع كبير وملموس في البداية على الحارة لانخفاض كبير وحاد على درجات الحارة متوقع يوم الجمعة. أمطار خير نتمناها لكم من هنا في طقس العرب، إلى اللقاء.